الحمد لله العدد ديال المشاركين اللي غادي يكونوا هو تقريبا 120 طفل، كيقسموا على 8 ديال الفرق اللي كما كتشوفوا: الجيش الملكي، الفتح الرباطي، الراك، فريق العصبه ديال الغرب، وفريق رحال. وهذه هي الدوره الثانيه وطنيا، في انتظار ان شاء الله باش تكون دوليه السنه القادمه، واللي غادي نبداو نستعدوا لها من هذه السنه. وهذا كيشكل واحد التنافسيه ما بين البراعم والاطفال اللي في سن 13 سنه، لان الدوريات هي اللي كتقوي اللاعب، وخاصه ملي كيكون الاطفال جايين من مدينه اخرى فكتكون تنافسيه جميله. وهذه سنه اللي مشينا عليها ديال دوري رحال. اي حدث فهو ما كيمكن الا يكون اضافه، ما كاينش دائما، فهي اضافه تقنيه للاعبين. الاحتكاك مع لاعبين اخرين، مع انديه اخرى، مع مدارس اخرى، فما هو كينمي الا روح المنافسه، كينمي الا كيفيه الانتصار وكيفية التغلب على منافس في إطار روح رياضية. فكنظن التواجد ديال الفريق الرسمي البيضاوي اليوم، فهو بعد الدعوة اللي قدموها الإخوان مشكورين، هذا الأخ رحال، سواء المدير التقني هشام مروك أو أيضا السي عبد الواحد رحال، فكنظن كلهم أبدوا رغبة في المشاركة ديالنا. وكنظن بأن البناء، لأن مثل هذه المناسبات ما كتكررش دائما، فهي مرة في السنه، فكنبغيو دائما فريق الراسينغ البيضاوي يكون متواجد في مثل هذه المناسبات. فاشكر جميع المنظمين اللي يسهروا على هذا الدوري، وايضا نترحموا بالمناسبه على من كانت له الفضل في هذه المناسبه، اللي هو المرحوم رحال. وايضا كنبغيو نشكروا الابناء ديالو على هذا الوفاء، لان وفاء تقريبا ديال 13 سنه منذ الرحيل ديالو، هما دائما كيدابوا على باش تكون دائما هذه المناسبه التامينيه دائمه التواجد. فشكرا لهم، وكنقولوا لهم حنا تعنا من هذا المنبر الله يرضي عليكم، والله يخليكم دائما وفيين لاب ناضل من اجلكم. فكنظن مناسبه لاي واحد واي ابن يمكن ياخذ هذا البادره من هاد الابناء كقدوه، اللي يمكن تعطي واحد الوفاء للاباء والوفاء لاولياء الامور. اول شيء تنترحموا على المرحوم الحاج رحال بهذه المناسبه، وتتوجه الشكر لجميع الفعاليات ديال نادي رحال على هذا الدوري اللي تيقوم اللي تيديروه كل سنه، حيث انهم تيستضيفوا انديه كبيره على الصعيد الوطني، الانديه اللي عطات الكره القدم المغربيه. ما نساوش ان المجهودات اللي تيقوم بها الاطار الوطني لصديق ديالنا هشام روك المدير التقني ديال هذا النادي، اللي تيسهر على جميع الفئات وعاطين واحد المردوديه، وتيمولوا فرق كبيره وطنيه باللاعبين. تنظن ان هاد الالتفاتات لهاد الشبان تتعطي واحد المفعوليه، تتعطي واحد النهضه لكره القدم المغربيه. نكونوا صراحة خصوصا مدينه الدار البيضاء، كان ولا واحد المشكل ديال قله الملاعب. قله الملاعب، لان تشوفوا حنا في الملاعب اللي لعبنا فيها كلها تبنات، كلها ولات عمارات، كلها يعني تشغلات بمسائل تجاريه، ولكن هاد الالتفاتات اللي ولات دابا ديال الملاعب القرب عطات واحد النهضه لكره القدم المغربيه، وخصوصا في اطار التكوين.